أقل من 48 ساعة تفصلنا عن موعد إقرار ميزانية البلاد، إلا أن قطبي الائتلاف الحكومي لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بعد. ورغم الأخبار الواردة عن تفاهمات بين غانتس ونتنياهو لتفادي الانتخابات، إلا أن هذه التفاهمات كما يبدو لا تروق لقيادات داخل كحول لافان، وعلى رأسهم وزير القضاء نيسان كورين الذي يسعى الليكود إلى تجريده من صلاحياته وأن يشارك الليكود في مسألة التعيين داخل الوزارة، ومن ضمنهم المستشار القضائي للحكومة. تعيينات تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لنتنياهو ومصيره القضائي. يبدو أن وزير القضاء أبي نيسان يرفض رفضا قاطعا كل الشروط التي يضعها الليكود من أجل أن يتم الاستمرار في قضية المفاوضات لإبقاء الحكومة الحالية. أبي نيسان يقول أن كل اقتراحات الليكود التي تخلص منها الليكود وتراجع فيها عن قضية أن يقال، يقول أن كل الاقتراحات هي تكون اقتراحات مسيئة جدا لوظيفته ومسيئة جدا لمبدأ القانون في إسرائيل، وقد تضرب الديمقراطية أكثر وأكثر وتطيح بكل القيم الموجودة من أجل الحفاظ على القضاء في إسرائيل. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ستذهب البلاد إلى انتخابات رابعة في غضون عامين، انتخابات لن تخدم كلا الطرفين المتنازعين، إلا أن عواقبها قد تكون كارثية على كحول لافان الذي من الممكن أن يختفي كليا عن الخارطة السياسية رغم استحواذه اليوم على نصف الوزارات ومواطن القوة داخل حكومة نتنياهو. الأوضاع في كحول لافان هي أوضاع جدا خطيرة، أوضاع لا تبشر بالخير، ويمكن أن يكون هنالك انقساما كبيرا خلال الساعات القادمة. وأيضا يجب أن نشير إلى قضية المفاوضات التي تمت بين سعر وغانتس، هي أيضا خطوة قد تربك وتلبك الليكود باتجاه أنه إذا ما طرأ أي تحول جرى فيه إفشال كل المفاوضات، فممكن أن يكون هنالك معسكرا جديدا آتيا من أجل أن يتم تعيين فيه الانتخابات القادمة أو الذهاب إلى حكومة بديلة. يصعب التكهن بما تخبئه الساعات القليلة المتبقية قبل التصويت على ميزانية البلاد، وتبقى كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة، ومن ضمن هذه السيناريوهات إمكانية تأجيل التصويت على الميزانية حتى نهاية شهر كانون ثاني، وهي خطوة تكسب نتنياهو مزيدا من الوقت. تكون حملة التطعيمات قد قطعت شوطا كبيرا، وهذا ما يعول عليه نتنياهو كإنجاز يقوم بتصويته على صعيد مواجهة فيروس كورونا.